أعلى مشاهير اليوتيوب ربحا لسنة 2018. أولا قناة دانتيديم لصاحبها دانيال ميدلتون، أرباحها 16.5 مليون دولار. عدد المشتركين فيها هو 20 مليون مشترك. عدد المشاهدات فيها وصلت إلى 14 مليار مشاهدة. أنشئت في 14 من جويليا 2012. ثاني قناة ربحا لسنة 2018 هي قناة فانوس جيمينج لصاحبها إيفان فونغ، أرباحها قاربت 15.5 مليون دولار. عدد مشتركيها 23 مليون مشترك، وعدد المشاهدات فيها أكثر من 10 ملايير مشاهدة. أنشئت في 15 من سبتمبر 2011. ثالث قناة هي قناة ديود بيرفكت، أرباحها 14 مليون دولار. عدد المشتركين فيها 31 مليون مشترك، وعدد المشاهدات في هذه القناة هي 6 ملايير و500 مليون مشاهدة. أنشئت في 16 من مارس 2009. القناة الأخرى هي قناة ماركي بليي لصاحبها مارك إدوارد، أرباحها بلغت 12.5 مليون دولار. عدد المشتركين فيها 20 مليون مشترك، وعدد المشاهدات أكثر من 10 ملايير مشاهدة. أنشئت في 26 من ماي 2012. قناة لوغان بول أرباحها 12.5 مليون دولار. عدد المشتركين فيها 17 مليون مشترك، وعدد المشاهدات أكثر من 4 ملايير مشاهدة. أنشئت في 28 من أوت 2015. القناة الأخرى هي قناة بيوداي باي، أرباحها 12.5 مليون دولار، وعدد المشتركين فيها 67 مليون مشترك. عدد المشاهدات فيها قاربت 20 مليار مشاهدة. أنشئت في 29 أوت 2010. قناة جيك بول أرباحها 11.5 مليون دولار، عدد المشتركين فيها 15 مليون مشترك، وعدد المشاهدات أكثر من 5 ملايير مشاهدة. أنشئت في 19 من سبتمبر 2013. قناة الألعاب الشهيرة قناة رايان تويز ريفيو أرباحها 11 مليون دولار، وعدد المشتركين فيها 14 مليون مشترك. عدد المشاهدات فيها بلغ أكثر من 25 مليار مشاهدة. أنشئت في 16 من مارس 2015. القناة الأخرى هي قناة سموش، أرباحها 11 مليون دولار، وعدد المشتركين فيها بلغ 23 مليون مشترك. عدد المشاهدات فيها قارب 8 ملايير مشاهدة. أنشئت في 19 من نوفمبر 2005. والقناة العاشرة قناة سوبر وومن لصاحبتها ليلي سينغ، أرباحها بلغت 10.5 مليون دولار، بعدد مشتركين أكثر من 13 مليون مشترك. عدد المشاهدات بلغ قرابة 3 ملايير مشاهدة. أنشئت في 28 أكتوبر 2010.